النهاردة الكنيسة بتقرأ لنا الجزء ده اللي حصل يوم السبت بالليل. السيد المسيح في بيت عنيا وفي بيت مريم ومارثا ولعازر، ودي مش أول مرة يروح. وبعدين مريم بتسكب الطيب على رجليه. الملحوظة الواضحة إنه السيد المسيح في منطقة أورشليم، بس ما بيتش في أورشليم ولا يوم، كانش بيرتاح يبيت في أورشليم. دي أورشليم، دي مدينة الملك العظيم، دي مدينة ربنا. كان يروح يبيت بيت عنيا 2 مايلز ايست ساوث من أورشليم، جنوب شرق أورشليم، بعد ما تعدي جبل الزيتون. جبل الزيتون شرق أورشليم، وبعد ما تعدي كده وفي منحدر جنب الجبل وتنزل جنوب شوية تلاقي بيت عنيا، 3 كيلو تقريبا من أورشليم أو 2 مايلز. وكان دايما يبيت يا في جبل الزيتون يا في بيت عنيا، ما يبيتش في أورشليم. السيد المسيح من زمان، من البداية وهو في بيت لحم يتولد، مدينة غلبانة أو قرية غلبانة صغيرة خالص في كل منطقة يهوذا ومنطقة اليهودية، يروح بيت عنيا يبيت في بيت عنيا، يتربى في الناصرة، ودي مدينة برضو ما كانش سمعتها كويسة. السيد المسيح دايما كده ينزل لأقل مستوى عشان يرفعه. فرايح في بيت عنيا، وتاني يوم هيدخل أورشليم. النقطة الملفتة جدا للنظر لما مريم جايبة الطيب زي ما سمعنا دلوقتي وبتسكبه على رجليه، وطيب يعني غالي جدا زي ما سمعنا، 300 دينار ده أجرة سنة كاملة، يعني حاجة ضخمة جدا، عشرات الآلاف من الدولارات دلوقتي. الدافع بتاعها إيه؟ الدافع بتاعها الأساس في الإحساس بالدين اللي مش ممكن يتوفى، الإحساس إنها المسيح حبهم حب فوق الوصف وقوم لهم لعازر من الموت، فبقوا مديونين. فلوس دي كانوا هيدفعوها الدكاترة عشان يخففوا لعازر، الدكاترة فشلوا، لكن المسيح هو طبيب ما بعد الموت، هو اللي قوم لها لعازر. فالإحساس بالدين الكبير يخلي الإنسان يقدم أغلى ما عنده، يقدم حياته كلها. هو ده الإحساس اللي إحنا كلنا المفروض نمشي ورا المسيح بيه، إن إحنا مديونين ليه بحياتنا كلها، مديونين بعمرنا كله، لأنه هو أنقذنا وعطانا حياة جديدة وأقمنا من عبودية الخطية وأقمنا من الموت. وهو ده الحب، ان انا احس ان انا اتحبيت قوي قوي فاحب اللي احبني. نحن نحبه لانه هو احبنا اولا. قدمت الطيب لانها حاسه انها مديونه، مدينه للمسيح بحاجه مش ممكن تقدر توفيها، فقدمت كل ما عندها. في قصه حلوه لذيذه في الانجيل انا بحبها قوي، ممكن تقرب لنا الفكره شويه. في سفر أستير كان حصل إنه، طبعا أنتوا عارفين إن كان في ملك فارسي اسمه أحشاويرش، واختار ملكة تكون لي ملكة اسمها أستير، وكانت يهودية، كانش يعرف إنها يهودية، كانت متربية على دين ابن عمها أكبر منها بكتير اسمه مردخاي. مردخاي ده أصلا كان بيشتغل بواب عند الملك، اشتغل في الحراسة، في نوبة الحراسة على باب القصر. ولما سمع إن في بيدوروا على حد هيبقى ملكة وبيقدموا بنات، فقدم أستير واختيرت بقت هي الملكة. وكان مردخاي ده راجل أمين جدا، أمين لربنا أولا وأمين في عمله ثانيا. وفي يوم من الأيام سمع خبر من بعض الجنود إن هم عايزين يغتالوا الملك، عايزين يموتوه وعاملين مؤامرة ضده. فهو كراجل أمين بلغ عنهم واتفضحت المؤامرة دي وقبض على الاثنين اللي كانوا عاملين كده. وعدت الحكاية واتنست، ده هو الرجل ده أنقذ الملك من الموت،
أنقذوا من الموت. ومع ذلك اتسجلت طبعا في الأحداث اليومية بتاعت ذلك الزمن وانتهت، والملك نسيها. وبعد كده كان في وزير اسمه هامان عمل مؤامرة كبيرة على اليهود، لأنه لقى مردخاي ما بيسجدلوش، كل ما يعدي كل الناس تسجد ومردخاي ما بيسجدش. فقال مين ده؟ قالوا ده أصله يهودي. قال لهم يعني إيه؟ وأنا مش هعمل نفسي براسي براسه، يعني ده هو وكل شعبه يبقوا تحت رجلي، كل الشعب اليهودي هقتله. وخد مرسوم، طلع مرسوم من الملك، والملك مش دريان بالقصة يعني وتفاصيلها، إنه كل اليهود، قال له ده في شعب وحش جدا موجود جوه المملكة الكبيرة، والشعب ده أحسن حاجة نتخلص منه، المملكة ترتاح من شره. الملك قال له طيب أنت اللي عارف، أوكي راح ماضي. وفي اليوم المعين هو كان محدده أنه يبعت، بعت المرسوم خلاص لكل المناطق. كان الملك أحشاويرش ده ملك على 127 كورة، 127 بلد، إمبراطورية ضخمة في ذلك الوقت، أكبر إمبراطورية في العالم. وبعت أن في اليوم الفلاني كل اليهود يبادوا يموتوا، كل واحد كل حاكم في منطقته يقتل اليهود. فمردخاي طبعا يعني they have no power، ما كانش عندهم أي قوة إلا الصوم والصلاة، لا فيهم وزير ولا فيهم حد يتشفع عند الملك، ما فيش. بس الملكة أستير موجودة بس ما عندهاش سلطة برضه. لكن مردخاي بعت لها وقال لها بصي، يمكن علشان خاطر اليوم ده ربنا حطك تبقي ملك، وقعت تفتكر انك انت هتنجي، احنا هنصلي ونصوم. قالت لهم هصوم معاكم واصلي معاكم وهشوف، هدخل للملك من غير مواعيد، وكان النظام ان اللي لو دخل حد للملك من غير مواعيد ممكن يموت. المهم انه قالت لهم صلوا ونصوم ونصلي وانا هدخل للملك، وان مت مت، وان ربنا اعطاني نعمه في عينيه وقدرت اتشفع علشان يغير المرسوم اللي هو كتبه كان بها. وصاموا وصلوا ودخلت للملك. فالملك ربنا عطاها نعمة في عينيه، مدلها قضيب الذهب وقال لها تفضلي أستير الملكة اطلبي. كانت طبعا من الصوم والصلاة يعني كانت منسحقة خالص، فقال لها أشفق عليها، قال لها اطلبي إلى نصف المملكة أديكي. فجت تتكلم تفكر تقول ايه، ما عرفتش. فقالت له طب ممكن انا اطلب منك انك تيجي تاكل معايا بكره، ناكل نتغدى مع بعض وبعدين نتكلم واقول لك اللي انا عايزاه. قال لها ما فيش مانع. وبتصلي بتقول لمردخاي صلي عشان ربنا يديني نعمه اتكلم اقول ايه. وفعلا تاني يوم بعد ما اتغدوا قال لها اطلبي يا استير الملكه الى نصف المملكه. برضه تصلي وتقول يا رب اقول ايه، ما عرفتش. قالت له طب معلش استسمحك، معلش استسمحك بكره كمان تيجي تتغدى معايا تاني، ناكل مع بعض واقول لك بالظبط اللي انا عايزاه. قال لها ماشي. فعلا جهز نفسه، بس في اليوم ده بقى الظهر الصلاه عملت مفعول عجيب. يقول كده في سفر أستير انه طار النوم من عينين الملك خالص، مش عارف ينام الآن، مش عارف ينام. فاللي جه في دماغه قال عايز حاجة تسليني، فهاتوا الكتبة والناس اللي هي كتبة سجل أخبار الملك ويقروا لي في سفر الأخبار ده، يقروا لي في سفر الأخبار. بقى لنا مدة ما قريتش فيه، ما أعرفش يعني، عايز أقرأ في التاريخ كده القصص اللي حصلت يمكن أتسلى بيها. وهم بيقروا قروا الحادثة بتاعت مردخاي لما أنقذ الملك. إيه ده؟ هو وقف قال لهم استنى استنى ما كملش قراية، هل إحنا كافئنا الرجل ده؟ قالوا له لا، مش مكتوب إن إحنا كافئناه بأي حاجة. لو أنت كافئته بأي ترقية أو بأي مكافأة كان يبقى مكتوب. قالوا له مش مكتوب حاجة زي كده. قال لهم يعني إيه؟ يعني الرجل ده أنقذ حياتي، أنا مديون لي بعمري كله، أنا كان زماني مت من زمان، الرجل ده أنقذ حياتي وأنا ما كافئتوش خالص. إيه ده؟ أنا مديون لي بحياتي كلها.
ازاي الكلام ده؟ قالوا له مش ما حصلش، مش مكتوب حاجه زي كده. قال لهم هو فين؟ قالوا له بياخد الدور بتاعه على البوابه، اشتغل غفير على البوابه. لهم يعني ايه الكلام ده؟ اكتشف ان هو مديون وهو ما كانش واخد باله، زي واحد كده مديون للمسيح بحياته ومش دريان، لانه بعيد عن كلمه ربنا، بعيد عن الانجيل، ومش بيقرا كل يوم، فمش حاسس، مش حاسس ان هو مديون، مش حاسس ان ربنا قومه من الموت واعطاه حياه ابديه، مش حاسس بحاجه، فملهي في حاجات كثيره تانيه. قال لهم ما ينفعش الكلام ده، سكتوا. كان الصبح طلع وداخل هامان الوزير الشرير، داخل اللي مدبر مؤامره لليهود، داخل يصبح على الملك. قال له يا هامان هسالك على حاجه تجاوبني. قال له اتفضل. قال له في واحد انا نفسي اكرمه، نفسي امجده، نفسي اديله يعني كرامه ومجد قدام الكل. هامان فكر انه بيقول على عليه هو، يعني على هامان. دايما المتكبر يحاول يفتكر ان هو الوحيد اللي بيستاهل كل المجد والكرامه. قال له، فالملك قال له نعمل له ايه واحد زي كده؟ فهامان قال له بص، تركبه على الفرس بتاعك وتلبسه الحله الملوكيه بتاعتك وتاج وتزفه في البلد كلها، كل البلد تشوف المجد ده، وتقول هذا هو الرجل الذي سر الملك ان يكرمه. طبعا بيقول كده هو بيحلم بانه هو اللي ايه بيتزف في البلد. قال له اه مش اقل من كده، صح، كويس اللي انت قلته ده. روح اعمل كل التفاصيل اللي انت قلتها دي مع مردخاي اللي على البوابه. مردخاي ده عدو، ده اللي هو هيموت اليهود بسببه. فطبعا اتغم غم وراح عمل، طبعا نفذ امر الملك وراح عمل كده مع مردخاي. ومردخاي مش عارف هو بيتعامل معاه كده ليه، لكن زفوه فعلا في البلد وقالوا هذا هو الرجل الذي سر الملك بان يكرمه. بعد كده في نفس اليوم قعدت معاه السير وقالت له يرضيك انا شعبي كله، انا وكل شعبي نبقى متبعين للموت. لا مين يقدر يعمل كده؟ قالت له في عدو شرير هامان كان قاعد معهم على ترابيزه الاكل. وكانت النهايه بتاعت هامان، كان محضر صليب كبير يصلب عليه مردخاي، هو اللي اتصلب عليه هامان. وده بالظبط الصوره، صوره مصغره رمزيه للشيطان كان بيجهزه. رؤساء الكهنه عايزين يقتلوا المسيح، وبعدين عايزين يقتلوا لعازر. ينفعوا كده يبقوا رؤساء كهنه وكل الشر ده في قلبهم؟ هم مش حاسين ان السيد المسيح جاي عشان خلاصهم، جاي علشان يديهم حياه ابديه، جاي عشان يموت بدلهم، عشان يموت عنهم. مريم قدمت الطيب لانها حاسه بالدين الكبير، فقدمت كل ما عندها. اذا كان الانسان حاسس فينا بالدين ده، حاسس بحب ربنا كده ملا قلبه، حاسس قيمه العمل اللي المسيح عمله من اجلهم، اللي المسيح عمله من اجلي انا، على طول هتبقى حياتي كلها ليه، اخدمه بكل طاقتي، بكل قلبي، بكل مشاعري، حاسكه بكل مشاعري، كل ما ليا اقول له كل ما لي فهو لك، مهما اعطيتك يا رب. في ترنيمه زمان كنا بنقولها بتقول بدايتها أو القرار بتاعها بيقول أحبني ربي هكذا أحبني، أحبني لذا مات لأجلي. فيها بيت بيقول ماذا أرد له؟ نفسي له وهذا ما استطعت فعله. يعني هقدم كل حياتي، ودي برضه هتبقى حاجة بسيطة أو حاجة مش ممكن توفي الدين الكبير. أنا عايز بس يبقى في ذهننا النقطة دي النهاردة، إن الطيب بتاع مريم ده إحساس بالدين الكبير. لو إحنا لسه مش حاسين بالدين، إحنا لسه حب المسيح ما تملكش قلبنا، لسه ما تملكش على قلبنا،
لسه في حاجات تانية ملكة على قلبنا. والحقيقة إن النوعية بتاعت مريم دي هي اللي بتكمل مع المسيح للآخر، النوعية اللي هي أحبته من كل قلبها هي دي اللي بتكمل للآخر. لكن الناس التانية الكتيرة اللي كانوا معزومين دول ما كملوش مع المسيح للآخر. في ناس جاية تتفرج، وناس جاية تحضر عزومة حلوة فيها أكل ظريف ناكل برضو، وفي ناس أغراضها كتيرة، يعني ناس كتيرة متجمعين في مكان، بس كل واحد ودماغه فيها هدف. لكن إحنا لما بنتجمع في الكنيسة حوالين المسيح، إحنا جايين وحاسين بالدين الكبير، حاسين إن إحنا مديونين ليه بحياتنا كلها، وحبه ده ملك على قلبنا، فبنقدم له كل حاجة، بنقدم له أغلى ما عندنا، أغلى وقتنا. قد إيه بفرح لما بلاقي ناس أخذت أجازة في الأسبوع ده وقالت الأسبوع ده كله لربنا من أوله لآخره، ده أقل حاجة نقدمها له، ده أقل حاجة. إحنا مديونين ليه بحياتنا كلها. الناس اللي بتيجي بدري بتقدم طيب للمسيح، الناس اللي بتقدم وقت من أغلى وقتها عشان تفتح كلامه وتشوف قد إيه هو أحبنا، اللي بعيد عن كلام ربنا تلاقيه مش حاسس قد إيه، زي الملك أحشاويرش برضه ما كانش دريان، واكتشف إن هو مديون لمردخاي بحياته كلها، ولما اكتشف اتصرف بشكل مختلف تماما عن الأول. هو ده اللي احنا عايزينه، عايزين نقول له يا رب النهاردة والأسبوع الجميل ده سمر خوفك في لحمنا وسمر حبك في قلبنا، خلينا نحس يا رب قد ايه انت حبتنا، اشعل قلبنا يا رب بنار محبتك، وخلينا نحس قد ايه احنا مديونين ليك، قد ايه مديونين ليك بحياتنا. ساعتها مش هنستنى حد يقول لنا اعملوا ولا ما تعملوش، قدموا ولا ما تقدموش، مش هنقدر نستنى. الملك ما استناش، اول ما شاف الحب ده والخلاص اللي مردخاي قدمه له ما استناش، قدم اغلى ما عنده. وده كانت صوره صغيره بس علشان نفتكر ان احنا مديونين للمسيح بحياتنا كلها، فنقدم له كل حياتنا ونسير وراءه الى النفس الاخير، ونقول له كل ما لنا فهو لك، وكل اغلى ما عندنا يبقى تحت رجليك يا رب، واحنا هنمشي وراك بقلوبنا بقلوب مخلصه وامينه حتى الموت، موت الصليب، ونكمل معاك للنفس الاخير لكي نقوم ونتمجد ايضا معك. ولربنا كل مجد وكرامه الى الابد.